عندك مانع إذا قعدت هون؟ تفضلي، مو مشكلة. بيتزا حجم كبير؟ اها. ثلاث قطع. ايه. مزاجي مو منيح اليوم. شكله أسوأ يوم بحياتي. لأنه أنا عادة باكل هاي البيتزا يعني وكأنها نوع من المخدر. اجتزتي أول اختبار لأول مرة. أنو اختبار؟ اختبار البنت اللي بتاكل بيتزا من الحجم العائلي لحالها. أساساً إذا طلبتي الوسط منها أنا كنت رح آكل ثلاثة أو يمكن آكل اللي بيضل منه. وشو هي المرحلة الثانية؟ اجتزتي المرحلة الثانية. وهي إنك تسألي عن المرحلة الثانية. لأني ما بحب الناس يلي ما عندهم فضول. ما بعرف بيزعجوني وبضل سمعهم حكي كل الوقت. ومو أي حكي على فكرة ها. بنقي لهم كل كلمة أكبر من الثانية، بهزهم فيها هز، بخليهم يرجفوا، بلا مو هيك لازم أعمل؟ وأنا باخد علامة 90 فورا، بستحقها ما هي؟ بلا عن جد؟ منيح لكان. هلا رح أنتقل على السؤال السريع. انتقل. تمام. أنت عندك لسه آخر قطعة بيتزا بس أنت أكلتي وشبعتي كتير، ممكن أنك تشاركي معي آخر قطعة بيتزا؟ أنا مستحيل شاركها، إذا عرفت أني رح أنفجر منها رح ضل آكلها. بالله، يعني ما بدك يعني آكل. منيح. السؤال يلي بعده، بتحبي البيجاما؟ ما فيني أوصف لك الراحة بس أوصل على البيت وبدل تيابي وألبس البيجامة المريحة كتير عن جد. بيجامتي أنا ال. معك حق. تمام. السؤال يلي بعده، شو بيخطر لك من كلمة خبس؟ أعمل شي بشع. مثل شو مثلا؟ توصلي حكي لرفقاتك من حدا قديم كانوا بحبوه؟ نحكي قصصهم البشعة قدام أمهاتهم ونخليهم يعصبوا ويعاقبوهم هيك يعني. برافو عليكي، هي هي. كفك 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 يلا. أوبا. حلو كتير. هلا خلص خليني اكل. تمام. برايي انت ما عاد لازم تحكي اكثر، لانه اذا ضليتي عم تحكي انا اكيد رح اتزوجك. وانا كمان. خلص تمام، البيتزا بردت. كيف؟